غطي يا حسن. عندنا الصلصه بتاعتنا اتسبكت، هجيب دي هنا وانقل دي هنا، بقرب الحاجه ليا عشان ايه ما تتنيش ظهرك. تمام، تعالى يا حسني نشوف الايه الصلصه المتسبكه اهو، ضرب النار اهو، هدي النار خالص. سبكت يا دوبك يا حسن، اصفي الرز اهو، ما خدش معايا 10 دقايق الرز، واجي اضيف الرز على الصلصه المتسبكه دي، يا دوبك كده ياخدوا لفتين، واحط الخضره، شبت، بقدونس، كزبرة خضرة. يا دلع دايما تكون فوق ان شاء الله. تعالى يا حسني ظبط يا محمد، تعالى يا حسني بقى شوف، يا دوبك ياخدوا الحراره والطعم مش اكتر من كده. خلاص كده على اساس انت طعمتيها بالحراره، واروح جاي هنا يا حسن مديها ايه شويه ملح وشويه فلفل فقط لا غير. اه شويه الملح اهو، شويه الفلفل. تقلبتين، وعايز الورق الاخضر ده يبقى كده ظاهر ما ماتش، يعني ما تتكيش على ما تموتيش اللي هي الخضره، هو يا دوبك يسحبوا السخونيه اللي موجوده في الصلصه بس، مش هديها ميه ولا حاجه، لا مش هديها ميه ولا حاجه كده اهو، زي ما انت شايفه كده قدامك، يا دوبك 5 دقايق عشان ايه تبداي مع بعض بكل التفاصيل وكل الحركات، نعمل المحشي مع بعض. انا هنا عندي الايه، تعالى كده شوف شوربتك وفرختك اهو، بص التفاصيل اهو، شوربه جاهزه عشان اسقي بيها الايه المحشي، شوربه بيضه ليه؟ اديت الصدمه اول حاجه، نضفت الفرخه كويس جدا جدا قبل ما اقطعها على اثنين، ونقعتها في ميه فيها تلج فيها خل فيها عصير ليمون ملح خشن، وشطفتها، اديتها صدمه في ماده دهنيه، اديتها صدمه في ماده دهنيه، كرملتها وضفت لها بصل وجزر ورق لورو وحبهان وفلفل حصى وطبعا قرفه خشب، وبعد كده تبلتها شويه ملح وشويه فلفل. هنا جاهزه عندي الشوربه والصلصه جاهزه عندي اتسبكت اهي، مش الصلصه، الحشو بتاع الحشو الخلط بتاع الايه المحشي كده جاهز عندي. تعالى نعمل الخطوه الثانيه، في البوله وسيبيها تبرد. اهم حاجه الحله اللي هتعملي فيها المحشي هنعمل فيها ايه، تعالى اهو بص كده يا حسن، سيبيها تبرد يا تفاصيلك، المحشي البتنجان والكوسه والفلفل واي نوع عندك تقوريه وتسيبيه براحتك خالص، تنقعيه في ميه فيها سنه ملح وسنه خل. تعالى بقى يا حسني نشوف الفرخه بتاعتي، الفرخه بتاعتي بتاخد قد ايه يا حسن؟ بتاخد 40 دقيقه سوا، بس بطريقه الكرمله اللي انا عملتها دي مش هتاخد 25 دقيقه، كرمليها الاول. تعالى بص كده شوف، بص يا حسني يا دلعو اهو، تعالى بقى اسيب الخلطه بتاعت المحشي تبرد، بص كده يا حسني، عندي بتنجان اسود وبتنجان ابيض وكوسه وفلفل، وادي الحله اللي هسوي فيها،
بص يا هشام، حطي تحت ليا، خدي بالك ليا في الحله بقى، حطي ليا، حطي طماطم، حطي جزر، حطي بصل في القعده من تحت، وتعالى نرص ونحشي اللي احنا عايزينه مع بعض. ماشي؟ يا جمالك، تعالى بقى نخلط الخلطة دي خالص مع بعض عشان ايه؟ تبرد عشان وقتنا. حلو قوي. انا بتكلم لسادة مشاهدينا على اساس ان المحشي بيعمل له تكنيك. ابردها كويس واحط في الحلة بتاعتي بصل وجزر وطماطم وليا او سمنه بلدي مكان اللي هي، وعندي البتنجان بتاعي متقور، وعودي نفسك قوري الحاجه بنفسك، الموضوع سهل جدا، وتنقيه يكون طازه. اول حاجه بيكون الهيد بتاعها في الزهره، لسه الكوسه الزهره موجوده فيها، الكوسه تلاقي الزهره موجوده فيها كده، تاخديها وهي فريش تستمتعي بيها. الفلفل مش دبلان، البتنجان مش دبلان، بص الفلفل بتاعنا اهو. ويا جماله بقى لو جبت اتنين ايه؟ اتنين سبايسي، اتنين سبايسي حشيتيو من الطويل ده. محمد، قرنين فلفل حار تحطيه جواه. تعالى اتفقنا مع بعض، انا الشوربه مقادير بتاعت المحشي معاكي بالراحه خالص، اكتبي وصوري. عباره عن ايه؟ سمنه وزيت، البصل مفروم، الثوم، الصلصه، عصير الطماطم، وكمان الرز اللي انا ايه يا دوبك عملته 10 دقايق في ميه وصفيته، وبعد ما تتسبك واديته الرز اديها شبت وبقدونس وكزبره خضراء، شويه ملح، شويه فلفل، وعندك مكعب وعندك شويه ملح. بهريها طبعا. تعالى كده. علقنا على الفرخه، جبت فرخه كيلو 200، كيلو 400، نظفتها كويس بره وجوه، ملح وفلفل خشن وشويه والملح خشن وشويه دقيق وشويه خل، دعكتها مره اثنين ثلاثه اربعه وشطفتها وقطعتها على اثنين ونقعتها في ميه فيها تلج فيها خل ملح خشن عصير ليمون، وبعد كده اديتها صدمه كرملتها واديتها بصل وجزر ورق لور وحبهان وفلفل حسا وقرفه خشب، وبعد كده اديتها ميه سخنه واسيبها تستوي 25 دقيقه على ما جهز لها المحشي. بعد ما ثبتت الطماطم كويس قوي، الصلصه ضفت عليها الرز وضفت عليها الخضره اربع خمس دقايق مع بعض، وبردتها وبدات احشي. لكن انتظرونا بعد الفاصل، فاصل صغير ونرجع لكم تاني، انتظرونا.